تشيلسي الانجليزي هني النادي الاهلي بالفوز بدوري ابطال افريقيا، وبينتظر الاهلي في كاس العالم للانديه. كلنا عارفين تشيلسي فاز بدوري ابطال اوروبا على حساب مانشستر سيتي في المباراه النهائيه، وبالتالي اصبح بطل اليوروبا او بطل انجلترا هو اللي بيمثل القاره الاوروبيه في كاس العالم للانديه. فبيهني النادي الاهلي بالفوز بدوري ابطال افريقيا، وهيكون ان شاء الله الاهلي وتشيلسي مع العديد من الانديه 7 أندية في دوري او في كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر من نهايه هذا العام. ايضا كمان اليوفي يوفنتوس الايطالي هنى النادي الاهلي بالفوز بدوري ابطال افريقيا. العديد من الانديه الاوروبيه بصراحه امبارح كانت فيها تهنئه كبيره جدا. مانشستر سيتي ايضا هنى النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. العديد من الانديه الاوروبيه كانت امبارح تهنئه للنادي الاهلي بالفوز بالمسابقه القاريه الاكبر والاعظم دوري الابطال. على المستوى العربي كمان الهلال السوداني هنى النادي الاهلي، نادي الرجاء البيضاوي المغربي هنى النادي الاهلي. كانت التهاني امبارح بالامس من العديد من الانديه للنادي الاهلي بالفوز بالمسابقه. قدامنا كمان كالوشا بواليا طبعا بيهني النادي الاهلي بالبطوله، وبيهني بيتسو موسيماني بالفوز بدوري ابطال افريقيا. بيتسو موسيماني اصبح اسطوره من اساطير التدريب في القاره الافريقيه. تشيلسي كمان قال افريقيا تتزين باللون الاحمر مثلما تزينت اوروبا بالازرق. تهانينا للنادي الاهلي المصري، نراكم في كاس العالم للانديه. تهانينا لبطل افريقيا، وصوره لمحمد الشناوي. اليوفي يوفنتوس نبارك للنادي الاهلي المصري فوزه بلقب دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخه، هاشتاج دوري ابطال افريقيا. تهاني كبيره جدا. كمان مانشستر سيتي وصيف دوري ابطال اوروبا بيهني النادي الاهلي. تهانينا للنادي الاهلي المصري على تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخه. انجازات طيبه جدا وردود افعال مميزه جدا من العديد من الانديه الاوروبيه للنادي الاهلي على الانجاز العظيم. حتى صحف جنوب افريقيا لما استعرضت العديد من الصحف بتتكلم على بطوله رقم 10، انجاز طيب، الفوز الكاسح على كايزر تشيفزي بالثلاثيه. الارقام كلها ارقام قياسيه وارقام كبيره، ناقص بس رقم بسيط. يعني طمعانين ان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله اللي جايه، اذا كانت ممكن تبقى ال11 او دور السوبر بقى الله اعلم وقتها. بس الفوز بدوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي، ده الانجاز اللي احنا بنفتقده خلال هذه الفتره. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا ونعمل رقم قياسي جديد، نكسر بالارقام اللي احنا حققناها في الفترات السابقه.